بهذه الزغاريد والضحكات استقبل الأهالي البسطاء فرحة افتتاح قرية فلسطين بمحافظة الإسكندرية بعد إعادة إعمارها وتأهيلها. كنا عايشين والله ببوص والأرضية تراب كده وعايشين، والشتاء كان بينزل علينا المطر وكده، كنا نحط مشمع، المشمع مش بيف. الحمد لله والله ما كناش مصدقين، والحمد لله الحمد لله. شكل البيت مش صادق يعني، بس انا ما كنتش متصور اللي دي هنعمل يعني، اللي هم عملوه الانجاز اللي هم عملوه معانا والله فيهم الشكر، وفيهم يعني هختار اشكرهم الزوال عملهم ازاي. نظمت جمعيه الارماني بالتعاون مع شركه الاسكندريه للزيوت المعدنيه اموك عملية إحياء قرية فلسطين، والتي شملت تطوير 55 منزلا، بالإضافة إلى إمداد الأهالي بخدمات طبية واجتماعية ومشروعات صغيرة توفر مصدر رزق دائم للأهالي حتى يعيشوا في بيئة صحية تضمن مقومات الحياة الكريمة. المشروع ده لما جينا بقى نبص على المبدأ ده، لما جينا قمنا نشوف البيوت، إيه البيوت اللي محتاجة فعلا تطوير، ما نختارش أي بيوت، لا، 55 بيت دول مدرستهم، وعملنا الأرمان عملوا كشف كويس عليهم، وجينا بصينا إن مفيش سقف يحميهم من الأمطار، مفيش عيشة كويسة، مفيش حمامات نظيفة، فقمنا بتطوير المنازل من جديد ال 55 دول عشان يبقى مبدأ الاستدامة موجود معانا زي ما الاستراتيجيه بتاعت معالي الوزير ووزاره البترول المعدنيه بتقوم بيها. لما نشوف القريه دي، احنا عشان نوصل لغايه هنا على الاقل 45 دقيقه من مدينه اسكندريه الى مده ساعه، طبعا مسافه طويله. قرى لم يكن فيها اي نوع من الخدمات والمرافق، اصبحت فيها خدمات ومرافق حيه. فشكرا لكل من ساهم في عمليه التطوير والتاسيس والمشروعات التنمويه الصغيره ورؤوس الماشيه، والحقيقه حاجة بتسعدنا كتير، وأهم حاجة إن احنا بنشوف السعادة على وجوه أهالينا في قرية فلسطين. مشروع زي دوت اتقدمت لنا شركة أموك تحت نطاق وزارة البترول، قطاع البترول. عملنا بنعمل بحث الأول عشان نحدد عدد المستفيدين الأكثر احتياجا، بندخل نعمل إعادة إعمار للبيت، بندخل القرية مشاريع صغيرة، بندخل القرية رؤوس ماشية، بنحول حال القرية من حال إلى حال. عندي كنت عاملة فيهم عمليات زمان، حتى هنا شرايح وهنا شرايح، ودي عندي منتهبة على طول، وعايشة في عالم لوحدي كده، أكيد في اختلاف جامد، سمع كل حاجة، كل حاجة. ربنا يكرمكم، ربنا يبارك لكم، أقول لكم ألف شكر، وربنا يزيدكم كمان وكمان ويحيى مصر. تأتي خطوة البناء والتطوير بقرية فلسطين ضمن خارطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 بهدف توفير معيشة آدمية تليق بالمواطن المصري.